تبي الصراحه يعني ما شاء الله اشوف المصاوط هذه كلها فاضي، ما في حتى سياره، يمكن ما ينعدون يمكن 10 15 سياره يعني هنا. ليش انتم ما تخلون العالم يدشون يسقطون سياراتهم؟ يعني احنا نروح لنادي النصر هناك ونكلمهم ونقول لهم دخلونا، حتى هناك ما دخلون، رحنا صفطنا وين قبال اشبيليا، يعني حرام والله نمشي هذا كله عشان نروح استاد جابر هنا. يعني انتم حاطين مصافط حق منو هنا؟ حق منو حاطين مصافط؟ خلونا خلوا العالم تدش، يعني توقف عند تقول يقول لازم معك بطاقه ولا دعوه عشان تدش، هذا مو كلام صحيح يعني. والله هو في عتب، مو ما في عتب، يعني انت شايف المصافط ما شاء الله كبيره، بعدين ترى خليك احنا شباب نقدر نمشي، يمكن في كبار بالعمر يعني 60 70 سنه ما يقدر، لازم يحضر المباراه، بس يمشي كل هالمسافه. انت لو يصور الحين المسافه تشوفها ترى وايد كبيره المسافه، والتعب احنا كنا قاعد نتعب، شباب نتعب، فما بالك الشايب يعني. فاتمنى والله يعني اتمنى ان مواقف استاد جابر تكون مفتوحه حق الجماهير، يعني بالعكس هذا استاد يعني يعتبر يشيل كل الانديه، المفروض هو استاد جابر حق المنتخب، عارفين احنا خالصين من الشغله هذه. ليش حتى مباريات المنتخب لما نحضر ترى ما يفتحون لنا المدرجات؟ والله يعني نوقف برا مع كل احترامي كنا حرس واقفين، احنا قاعد نحرس الباب او شيء كذي يعني، فما تصير الشغله هذه. اتمنى يعني توصل رسالتي انا حق المسؤولين هني طبعا، انه حرام في ناس ترى تتعب والله. المواقف هذه مو قاعده تستغل، انت قبل لا تطالب ان السيارات تدش داخل، المواقف نفسها اصلا تعبانه، طبقه الاسفلت مالتها اصلا صارت ما ادري من قله، يعني مو قاعده تستخدم ورديئه، فمحتاجه اصلا مواقف صارت صيانه قبل لا تطالب ان نستخدمها سوتها صيانه. فموضوع جدا متكرر، انا شخصيا ما حاولت اني اجي البوابه اشوف يعني اصافط عند اشبيليا، ف لان اعمل يعني احسب حساب الطلعه الزحمه، فانا صافط عند اشبيليا عند محطه بنزين متعود كل مره يعني، او الساحه اللي صوب العرضيه، فقبل لا اجي احاول يعني ما قاعد احاول خلاص اجي احافظ الدرس. فاتمنى اول شيء يصيرون لها صيانه، يجون يعني مهندسي الهيئه، هيئه الرياضه، هيئه الشباب، المسؤول عن الملعب، يشوفون الحاله الفنيه والهندسيه للمواقف، طبقه الاسفل جدا سيئه، يعني اذا بتستخدمها ما راح تخدم الجماهير. والله رسالتنا حق الاخوان في هيئه الرياضه، لان هي المسؤوله على الاستاد. يعني شوف المواقف فاضيه، اذا الكاميرا تصيدها هني المواقف فاضيه، علم القادسيه كاهو، انزين ليش يعني تصفط الناس هني عند نادي النصر ولما ينترس تصفطهم من هناك البراحه للجبال المستشفى الفروانيه ويوم مشي يلفون كل هذا عشان يدشون؟ عندك 6500 موقف يا اخي، ليه دشوا 3000 وقف؟ ما في المواقف فاضيه، ليش تتعب الناس فيه على المواقف؟ فرسالتنا حق هيئه الرياضه، تبون حضور جماهير يتحاربون حضوركم؟ ولا شيء متوفر، ماكو شيء. الحين انت تعطش هني ماكو، جايبينه من برا، شوف احنا جايبين الماي من برا. كم سنه قعدنا ننطر الاستاذ جابر على اساس انه يوفر لنا مواقف وموفر لنا، يعني والله اليوم انا صافط يعني برا الملعب وطام الرصيف، يعني على اساس اقرب مكان اقدر ادش انا وولدي، فوالله تعبان يعني المسافه هذه. يعني اتمنى من المسؤولين يعني على الاستاذ جابر يوفرون المواقف او يفتحون، يعني طالع تقريبا 2000 او 3000 سياره، حرام كل الجمهور هذا اللي حاضر اليوم ما يدخل.